بمثل هالأيام من سنتين حصلت المرأة السعودية على حق قيادة السيارة يلي حققته من بعد نضال طويل وصعب. ولكن لحظة، كيف يعني المرأة صار فيها تقود سيارة بينما لجين الهذلول الناشطة اللي اعتقلت بسبب تضامنها مع حملة لنفس السبب بعد معتقلة؟ وكيف بصير في احتفاء بمنح سعوديات مجموعة حقوق بينما الناشطات اللي إلهن سنوات عم بيطالبوا بهالحقوق بالسجن وبعضهم تعرض للتعذيب والتخوين؟ هالمفارقة مطروحة طالما إنه ما تغير أي شيء بوضع معتقلات الرأي. كتير من القوانين والأعراف السعودية بتخلي المرأة تعامل كمواطنة من درجة تانية. هالاعتبارات السيادية تقلصت تدريجياً وقدرت المرأة مؤخراً إنها تتخلص من جزء منها، فصار بحق لها السفر بدون إذن ولي أمرها إذا كان عمرها بيتجاوز 21 سنة، وفيها تمارس حقها بتنظيم شؤون أسرتها بنفسها بدون ما تستعين بذكر، وصار فيها تمارس الرياضة بالأماكن العامة من بعد ما أطلق أول دوري كرة قدم نسائي. ولكن رغم هيك وضع لجين وسمر بدوي ونوف عبد العزيز وغيرهم كتير ما تغير ابدا، بل انه بعدهم عم يتحاكموا على نشاطهم الحقوقي وعم يتعرضوا للعنف والاعتداء. سجال طويل وبيفتح اسئله كتيرة عن مدى مصداقيه الخطه الاصلاحيه بما يتعلق بشؤون النساء. هالخطه على ما يبدو بتتارجح بين ضغوط جهات محافظه بالمجتمع السعودي وبين مطالب قوى ليبراليه بموازاه ضغوط خارجيه طبعا، وغالبا هي مجرد وسيله دعائيه لتبييض تاريخ طويل من انعدام العداله والمساواه. فالمرأة السعودية بعدها عم بتعاني من قيود مجتمعية كتيرة، منها مثلاً إنه لا يعتد بشهادتها مثل شهادة الرجل بالمحاكم السعودية، أو إنها تسجن أو تجلد بتهمة عدم الطاعة، أو أبسط من هيك ما فيها تفتح حساب مصرفي بدون إذن. بالمحصلة صعب الإشادة بتحسينات لأوضاع النساء إذا بتستثني الحقوقيات والحقوقيين يلي حاربوا سنوات طويلة لتحصيل هالمطالب. أنا هيدا رأيي، وإنتو شو رأيكم؟ شاركوني بالتعليقات وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناة درج ميديا على يوتيوب.